بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المحاضرة الخامسة للمادة المحاسبة الضريبية واحدة، اليوم نتناول موضوع جديد متصل بالمحاضرة السابقة، حيث تناولنا ماهية وتعريف الضريبة العامة على المبيعات. والآن في محاضرة اليوم نتكلم عن أنواع الضريبة العامة على المبيعات وأسعارها طبعا. وعاء الضريبة العامة على المبيعات يعرف بأنه قيمة السلع والخدمات الواجب الإقرار عنها، والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد الخصم التجاري الذي يتم عند إصدار الفاتورة إن وجد. وإذا ضرب هذا الوعاء في سعر أو فئة الضريبة تحصل على الضريبة المستحقة المكلف، واللي هي الواجب توريدها إلى مصلحة الضرائب. إذن ما هو الأساس الفعلي التي بناء عليه يتم تحديد قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة؟ يتم تحديد قيمة السلع والخدمات التي تخضع للضريبة على أساس المبالغ المستحقة، المبالغ المستحقة أو المدفوعة فعلا مقابل بيع سلعة أو تأدية خدمة ثابتة بفاتورة. هذه الخدمات أو السلع ضروري أن تكون ثابتة بفاتورة، بالفاتورة الضريبية التي يحررها البائع المسجل إلى المشتري. وفي هذا الصدد تناول القانون أو تناولت المادة 8 من القانون اليمني رقم 19 للعام 2001 تفصيل بشأن الضريبة العامة، حيث تكلم في النقطة الأولى، حيث قال نص على أنه تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بالفاتورة، هي القيمة الحقيقية الثابتة في فاتورة إيش؟ البيع، والتي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعة أو السعر المدفوع فعلاً مقابل إيش؟ الخدمة. وللمصلحة في سبيل التحقق، ومصلحة الضرائب لها في سبيل التحقق من ذلك السعر أن تطلب من البائع أو مؤدي الخدمة أن يقدم لها العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة ببيع السلعة أو أداءها. أيضا في حالة قيام الشخص المسجل ببيع سلعة خاضعة للضريبة عبر أي قنوات وسيطة أو أي شخص يرتبط معه، فعلاقة تكون القيمة المتخذة أساسا لربط إيش؟ الضريبة، هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع، وبما لا يقل عن سعر البيع الفعلي للسلعة السائدة إيش في السوق. ما هو الأساس الفعلي لتحديد القيمة الخاضعة للضريبة؟ أولا للسلعة إيش المحلية، من خلال لو تلاحظوا في الفكرة ألف من المادة 8 والذي تكلم عن الأسعار الفعلية المثبتة في فواتير البيع هي تمثل القيمة الواجبة الإقرار عنها أو ما يسمى بعاء الضريبة، والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة ذلك بالنسبة للسلع إيش المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط الآتية: واحد، إذا كانت أسعار السلعة المباعة محددة بالعملة الأجنبية، يعني مثلاً كان البيع بالدولار، فيتم تحويلها بتاريخ بيع هذه السلع إلى الريال اليمني على أساس أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة من البنك المركزي، كما هو سعر الصرف السائد يتم ضربه وتحويلها ومن ثم فرض الضريبة. النقطة الثانية، يحق للإدارة الضريبة التحقق من أسعار بيع السلع المثبتة من فواتير إيش البيع عن طريق طلب الوثائق من الشخص المكلف المتعلقة بعملية إيش بيع السلع. أيضا النقطة الثالثة، في حالة عدم تحرير فواتير البيع أو إثبات المبالغ الفعلية، في حالة عدم تحرير فواتير البيع أو أنه تم إثبات الفواتير الفعلية بأقل من فواتير البيع، يحق للإدارة الضريبية تقدير سعر أو أسعار السلع بما لا يقل عن أسعار البيع السائدة هنا في السوق في تاريخ البيع. يعني بمعنى أنه اكتشفت الإدارة أنه في حالة بيع ما يتم شيء تحرير إيش فاتورة بيع، أو أنه تم
تقييمها بسعر أقل من سعر السوق. هنا يحق الإدارة الضريبية أن تقوم بتقدير سعر السلعة بما لا يقل عن السعر السائد للسلع المماثلة بينه في السوق. يستبعد إيش؟ أربعة، يستبعد الخصم التجاري الذي يتم عند إصدار الفاتورة الضريبية عند تحديد قيمة السلعة الخاضعة للضريبة، وتحتسب القيمة الخاضعة للضريبة على أساس صافي المبيعات. بمعنى أنه لو مثلا كان معانا مبيعات ب10,000 وكان معانا خصم ضريبي ب1,000 ريال، إذا الخصم التجاري هذا هو ضمن المبيعات. إذا كانت المبيعات ب10,000 بخصم تجاري كم؟ 1,000، ما يخضعش الخصم التجاري أصلا، نحن لم نحصل بالمقابل عليه، وبالتالي ما يخضع للضريبة هو المبلغ الصافي بعد إيش؟ بعد استبعاد الخصم إيش؟ التجاري. كذلك أحيانا عند بيع السلعة خصم نقدي الذي هو دائما يكون معلق على شرط الصدد خلال معدة، ما يسمى بخصم تعجيل الدفع، بمعنى أنه أنا بعت بضاعة بالآجل وقلت مثلا ب100,000، وقلت له إذا تم السدد خلال الشهر هذا أنا بعطيك خصم 5%. هذا يسمى خصم تعجيل الدفع، أو ما يسمى خصم نقدي معلق على شرط السداد خلال مدة معينة. لذلك فالقيمة البيعية الأصلية الثابتة بالفاتورة عند إبرام العقد تخضع للضريبة بدون استبعاد الخصم النقدي. لاحظوا إيش النقطة المختلفة هنا. وعند قيام المشتري بالسداد خلال مدة السمح له، يسمح للبائع بخصم النقدي. إذن معك حالة في خلال الخصم النقدي، إن إذا كان المشتري السداد خلال مدة السماح، معنى أنه استفاد من إيش؟ الخصم النقدي، هنا يحق له خصم. لكن إذا تعدى فترة السماح لا يخصم الخصم النقدي، وبالتالي يخضع إجمالي المبلغ إيش؟ للضريبة. النقطة اللهم صل وسلم عليه يا حبيبي رسول الله. النقطة الثالثة، الرابعة، الخامسة، النقطة السادسة، النقطة السادسة، تتخذ أو تتخذ الأسعار المحددة جبريا للسلع الخاضعة للضريبة والمحددة للربح بمعرفة الجهة الرسمية أساسا لربط الضريبة بالنسبة لهذا السلع. بمعنى السلطة ممثلة بمصلحة الضرائب أو بالجهة التنفيذية، السعر المحدد جبريا يعتبر أساسا للربط. النقطة السابعة، في حالة بيع المخلفات الصناعية الناتجة عن عملية التصنيع ويسهل فرزها، هنا تخضع إيش؟ للضريبة وفق القيمة إيش؟ البيع الفعلي وبالنسبة المحددة بالقانون على السلع الناتجة عن المخلفات الصناعية. أما إذا كان يصعب فرزها فإنها تخضع للضريبة بالفئة الضريبة المقررة على الصنف الذي يضفي عليها الصفة الغالبة. بمعنى أن أحيانا المخلفات تكون مختلطة بعدة أنواع من المخلفات، في قطرب من يكون كل جزء من هذه المخلفات الصناعية له سعر معين. إذا كان عملية الفرز نقدر نبعد كل جزء من هذه المخلفات على جنب، مثلا هذا سعره مثلا سعر معين وهذا سعره سعر معين سين واحد وسين اثنين، إذا قدرنا أن احنا نميز بين هذه المخلفات وفصلنا بينها، هذا بيخضع للسعر الضريبة بناء على بشكل مستقل، هذا بشكل مستقل. لكن إذا لم نستطيع أن نميز، هنا واضح إذا كان يصعب فرزها فإنها تخضع للضريبة فعل الضريبة على الصنف الذي يصف. إذا لم نقدر نميز، نشوف الصنف الذي هو الأكثر تواجدا في هذه المخلفات ويعمم على كافة الكمية. ثمانية، بالنسبة للمنتجات النهائية المعيبة في إنتاج، أحيانا يجي معيب يحصل فيه مشكلة غير قابل للبيع، تخضع أيضا للضريبة وفق قيمة البيع الفعلي وفئة الضريبة المقررة لا على منتج النهائي ذاته. إذن هي المبلغ الذي هو بمعنى أنه لن تتغير سعر الضريبة حتى لو كان معيب، ولكن يختلف السعر. إحنا على الراعي ما نقول شيء أنه هذا المعيب ضروري يكون بنفس سعر ايش؟ النهائي، خلاص هذا معيب له سعره وفاتورته وبالتالي بيخضع على السعر هذا.
بس بنفس النسبة الذي بيخضع عليها إيش؟ المنتجة النهائية الذي هو غير مربح. يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات للسلع المحلية، يكون وعاء الضريبة العامة هذا هو على المبيعات للسلع المحلية، هي القيمة المثبتة في الفاتورة. معنى ما تم إثباته في الفاتورة هو الأساس أو وعاء الضريبة العامة الذي يتم الربط وفقا له، مع ملاحظة أن مصاريف النقل والتركيب يفترض أن يتحملها المشتري، المشتري ويدرجها ضمن تكلفة إيش؟ البضاعة المشترى. فمثلا لو قام شخص، مثال هنا، لو قام شخص غير مسجل، غير مسجل بشراء آلات، اشترى آلات بكام؟ 1,450,000، وقام المشتري بسداد مصاريف نقل 18,000 ومصاريف تركيب 17,000، فإن وعاء الضريبة بالنسبة للبائع عبارة عن قيمة البضاعة المثبتة في الفاتورة اللي هي 1,450,000، وتصبح ضريبة المبيعات التي تضاف إلى الفاتورة عبارة عن 72,500، معنى هذا سعر البيع بالإضافة إلى إيش؟ مبلغ مبلغ الضريبة. إذن مبلغ الضريبة كم؟ 5%. أنا غلط، 5%. وبالنسبة للمشتري فإن كلفة هذه الأدوات بتكون سعر الشراء الذي هو عبارة عن 1,450,000 بالإضافة إلى الضريبة التي مضافة عليها اللي 72,500، بالإضافة لمصاريف النقل والتركيب اللي هي كام؟ 18,017. إذا تخضع، لأنه من الذي دفعها؟ إذا هو بيشتريها بكام؟ المشتري بيشتريها من البائع بكام؟ عبارة عن سعر البائع الذي هو 1,450,000 زائدا مبلغ الضريبة اللي هو كام؟ 72,500. هذا البائع الأول، يعني البائع بيبيعها السعر البيع الأول. طيب المشتري هذا الثاني رقم 2 باي، كم بيكون المبلغ؟ إجمالي المبلغ هذا كم؟ 1,557,500. إذن هذا إجمالي المبلغ، لكن هو تكبد في سبيل الحصول عليه إضافة إلى ذلك إيش؟ مصاريف، الذي هي مصاريف النقل اللي هي كم؟ 35,000. إذن بيكون الإجمالي كم؟ عفوا، هذا الذي هي اللي هي لا، بتكون نفس هذا اللي هي 1,450,000 زائد 72,000 زائد 35,000 زائد 35,000، هذا بيكون ليش المشتري الذي هو سعر البيع والسعر الكلي ليش للسلعة. تخضع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم بمقابل فترة الضمان للضريبة العامة بفئة 5% كخدمة خاضعة للضريبة، يعني بعد البيع أحيانا في فترة الضمان أنا بيتقدم له خدمات صيانة، إذن هذه خدمات الصيانة تخضع للضريبة بناء على السعر المتفق عليه وبنسبة كم؟ 5%. في حال قيام المكلف ببيع السلع عبر وسطاء ووكلاء له، تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي نفس قيمة المبيعات التجارية، زي ما تكلمنا هنا. ما أذكر في مثلا المنشآت المتخصصة أن في وكلاء يقوموا بالبيع بالنيابة عنك، فإذا تم البيع عن طريق وسطاء فما هو سعر قيمة المبيعات الذي تبيعه انت التجار الجملة هو نفس السعر الذي يربط بالنسبة ليش للوكالة. طبعا وعاء الضريبة أو ما يسمى ما هو الأساس الفعلي لتحديد وعاء الضريبة أو القيمة الخاضعة للضريبة بالنسبة للخدمات، كخدمة الخدمات دائما ما يكون وعاء الضريبة على المبيعات بالنسبة للخدمات هو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة مع استبعاد أي رسوم أخرى أو ضرائب. فمثلا إذا كانت معنا ضريبة المبيعات المستحقة على الخدمات التي تقدمها الفنادق تحسب على قيمة الفاتورة فقط، ولا تحصل ضريبة على الرسوم والتنمية، رسوم التنمية والضرائب أو رسوم أخرى.
في المثال هذا مثلا كان لدينا منشأة تقدم خدمة خاضعة للضريبة غير مسجل بفئات 5%، كانت قيمة الخدمة 1,200,000، بلغت رسوم المجلس المحلي 18,000 ورسوم التنمية 6,000. لذلك فإن وعاء الضريبة على الخدمات وضريبة المبيعات وإجمالي الفاتورة كما يتحدد كالتالي. إذا قيمة الخدمة بتكون كام؟ 1,200,000، وعاء الضريبة بيكون نفس ما بش أي حاجة بنضيفها عليه، بيكون الضريبة العامة على المبيعات بتكون 5%، 1,200,000 في 5% ب60,000. رسوم المجلس المحلي ورسوم التنمية كم كانت؟ 18,600. إذا الإجمالي كم؟ إجمالي الفاتورة بتكون كم؟ 1,284,000. طيب الأساس الفعلي هنا كان إيش؟ باعتبار المليون والمئتين هي عبارة عن رسوم إيش؟ الذي قيمة المبيعات الخدمة، نضيف لها قيمة الضريبة العامة، أيضا رسوم المجلس المحلي، وتلاحظوا الضريبة العامة هنا 5% فرضت فقط على القيمة فقط، لكنها لم تفرض على رسوم المجلس المحلي ورسوم التنمية فقط، فرضت على المبلغ اللي هو الأساسي قيمة الفاتورة أو الخدمة المؤدة 12,200,000 على 5%. إذن إجمالي الفاتورة التي داي يدفعها أيضا وتكبد في سبيلها رسوم أخرى، رسوم مجلس محلي ورسوم التنمية، إذن هي بأضف إلى الفاتورة النهائية، إذن بأضف مع قيمة الخدمة المؤدة بالإضافة إلى قيمة الضريبة بالإضافة إلى رسوم المجلس المحلي بالإضافة إلى رسوم التنمية، وإجمالي الفاتورة التي ستكون نهائية وتستقر على المشتري هي 1,284,000. طيب ما هو الأساس الفعلي؟ الآن تكلمنا عن السلع المحلية، الآن نتكلم عن السلع إيش؟ السلع والخدمات إيش؟ المستوردة. طبعا في القانون رقم 9 أو المادة رقم 9 تكلمت في القانون 19/2001 أن تكون قيمة السلع المستوردة الخاضعة للضريبة عبارة عن مجموع القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية الذي هي سيف. إيش معنى سيف؟ سيف الذي هي CIF الذي هي إيش؟ Cost الذي هي التكلفة في ميناء المصدر، فيه Insurance and Prime، فيه في ميناء المصدر، نعم في ميناء المصدر يعني ميناء البائع نفسه، بينما فوب لا العكس عفوا، فوب هي في ميناء المصدر free on board، بينما سيف تتمثل في إضافة إلى مصاريف النقل، مصاريف الشحن وإيش والتأمين، إذن هذا في ميناء إيش؟ المستورد، في الميناء إيش؟ المستورد. إذن نفرق بين إيش؟ بين القيمتين. إذن اعتمد القانون الضريبي اليمني قيمة سيف بموجب قانون الجمارك مضافا إليها الرسوم الجمركية التي تدفع بعد قد وصلت للمنفذ مثلا في اليمن، وصلت يربط كم القيمة الموجودة بناء على سيف بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، عدد الضريبة المفروضة بهذا القانون إذا شيء ضريبة خاصة بإيش؟ بالمبيعات. تكون قيمة الخدمات المستوردة وفق القيمة الواردة بالعقود أو الفواتير أو مستندات الدفع. طيب وفق نص الفقرة ألف من المادة 9 يتم تحديد وعاء الضريبة ضريبة المبيعات بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها، في مرحلة الإفراج عنها أين؟ بالجمارك، وذلك على أساس القيمة المتخذة أساساً الذي هي سيف
the cost insurance and اللي هي البرايت باقي انا برايت مضافا الى مضافا اليها الضرائب ايش الجمركيه وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضه على السلع فيما عدا ضريبه العقوبات. يعني ان وفقا لهذا الواقعه الافراج الجمركي هي الواقعه المنشاه للضريبه. اذا في ظل ايش السلع المستورده الافراج ايش الجمركي هي الواقعه المنشاه للضريبه العامه على المبيعات بالنسبه للسلع المستورده من الخارج، ويتم تحصيلها عند تحصيل الضريبه الجمركيه فينا مع تخصم في المنبع. تشمل القيمه المتخذه الاساس الربط الذي هي فاتوره البيع بالاضافه في مكان انتاجها في الخارج الذي هي فري اون بورد مضافا اليها مصاريف النفقات الاخرى حتى تصل الى ايش الذي هي سي. تنضاف انه بعد الفوق معانا نفقات النقل للميناء المستورد الذي هي مصاريف النقل والتامين وتصبح القيمه ايش اذا سي بتساوي فوق زائدا مصاريف ايش النقل والتأمين. هذه هي القاعدة، هذا هو الفرق الجوهري بين سي سي اي اف اف او بي. طيب مثلا لدينا مثال، اذا قام مستورد باستيراد السلعة من الخارج بتكلفة كم؟ 25 مليون و600 بقيمة سي سي اي اف، يعني في ميناء ايش المستورد. خلاص وصل حتى وصولها الى ميناء المستورد توضح حالكم هنا. وقام المستورد بسداد ايش ال 2 مليون الذي هي قيمه رسوم جمركيه بالاضافه الى سداد مبلغ 350 الف مصاريف تخليص جمركي اخرى. فان نوع الضريبه العامه على هذه المبيعات ضريبه المبيعات المستهلكه تحدد عند الافراج الجمركي. احنا قلنا الواقع المنشاه لاستحقاق ضريبه الضريبه على المبيعات بالنسبه للسلع المستورده هي ايش؟ الافراج الجمركي هي الحادثه المنشاه لاستحقاق ايش؟ الضريبه. وبالتالي سيتم استبعاد مثلا هنا المبلغ هو عباره عن 25 مليون و600 بالاضافه الى ال 2 مليون قيمه الضرائب الجمركيه وأصبح الإجمالي 27 مليون و600 مضروبا في 5% إجمالي ضريبة المبيعات مليون و308. طيب هذه هي التكاليف التي تخضع للضريبة، يتم استبعاد مصاريف التخليص الجمركية الأخرى لاحتساب ايش؟ الوعاء الضريبي. إذا الذي يعتمد هو عبارة عن مصاريف التصريف التخليص الجمركي أو ما سمى ضريبة الضريبة الجمركية بالإضافة إلى المبلغ وفقا للسيف، هذا الذي يخضع للضريبة. بالنسبة للمصاريف الأخرى مصاريف التخليص الجمركي الأخرى لا تخضع للضريبة. طيب إذا قام المستورد بعد ذلك ببيع السلعة المستوردة في السوق المحلية أخذها واستوردها من الخارج وقام إيش ببيعها، فإن القيمة الخاضعة للضريبة تتحدد بالمبلغ المدفوع فعلا والثابتة بالفاتورة الضريبية التي يحررها البائع إلى المشتري والتي تشمل قيمة السلعة المستوردة. قيمة السلعة المستوردة زائدا الضرائب الجمركية زائدا تكلفة النقل زائدا ضريبة المبيعات التي تم فرضها في الميناء. ضريبة المبيعات إذا كان المكلف غير مسجل
بالإضافة إلى هامش الربح زائدا إيش؟ هامش الربح. هذه السلسلة التي بتكون في الأخير بتساوي إيش؟ القيمة إيش؟ قيمة السلعة أو سعر البيع، هذا اللي بيحدد إيش؟ أو سعر بيع سعر البيع. طيب مثال، قام أحد التجار غير المسجلين بالاستيراد بضاعة عبر ميناء عدن قيمتها سيف. إيش معنى سيف؟ في ميناء إيش؟ المستورد 5 مليون، وبلغت الضريبة الجمركية عنها 8%، وكانت مصاريف التخليص والنقل لهذه البضاعة 50,000 و80,000 على التوالي. وقام التاجر المستورد ببيع هذه البضاعة لأحد تجار الجملة. تقضي سياسة التسعير لهذا التاجر بإضافة نسبة 25% كهامش ربح المطلوب. تحدد قيمة البضاعة العامة، قيمة الضريبة العامة عفوا، على المبيعات التي يسددها هذا التاجر في جمرك عدن. تحديد ثمن بيع هذه البضاعة من المستورد إلى التاجر أيضا، إلى تاجر الجملة، وتحديد الضريبة العامة على المبيعات التي تفرض على تاجر الجملة. أولا المطلوب، أولا كيف يتم تحديد؟ إحنا قلنا إنه القيمة الجمركية وصلت بكام؟ بسيف، عبارة عن سي. كانت قيمة الضريبة الجمركية التي سيدفعها كم؟ 8%. كم بتكون قيمة الضريبة الجمركية؟ أولا يتم إحساب قيمة الضريبة الجمركية وإضافتها إلى قيمة البضاعة وإخضاع الإجمالي للضريبة. كم بيكون المبلغ؟ 5 مليون في 8% يساوي 400,000. هذا بالنسبة ليش؟ للضريبة الجمركية. إذا الضريبة الجمركية كم؟ 400,000. قيمة البضاعة زائد قيمة الضريبة الجمركية، هذا يمثل إيش؟ وعاء الضريبة، وعاء الضريبة. إذا الآن 5 مليون زائدا 400,000 اللي هي قيمة الضريبة تساوي 5,400,000. إذا الضريبة العامة بتخضع عليه الذي هي 5,400,000 الذي هي قيمة الوعاء كامل، بيخضع لكام؟ 5% ضريبة ويساوي 270,000 ريال. إذا الضريبة دائما تفرض على أساس قيمة البضاعة بالإضافة إلى قيمة إيش؟ قيمة البضاعة عفوا، هذا قيمة البضاعة إلى الضريبة الجمركية. الضريبة الجمركية ضربناها في قيمة التي كانت عبارة عن 8% شكل 400,000. قيمة البضاعة وفق السيف 5 مليون. إذا إجمالي الوعاء الضريبي كم؟ 5,400,000. 5,400,000 في 5% هي قيمة الضريبة العامة على المبيعات 270,000. تلاحظوا أن في موجود معانا هنا 80,000 و50,000 عبارة عن مصاريف التخليص والنقل لهذه البضاعة. طيب لماذا لم تضاف لا تخضع للضريبة؟ ما يخضع للضريبة، عبارة عن الضريبة الجمركية وقيمة البضاعة وهي ليش؟ لسيف. طيب ثمن هذه البضاعة بالنسبة دي هو المطلوب رقم 2، ثمن هذه البضاعة بالنسبة للمستورد، يعني ثمن البضاعة من المستورد إلى التاجر. الآن هذا ثمن البضاعة عفوا الضريبة التي ربطت على من؟ على المستورد. الآن الثمن الذي سيبيعها المستورد إلى تاجر الجملة، المستورد يشتي بيعها لتاجر الجملة، إذا كم بيكون التكلفة أو قيمة الفاتورة؟ تكون كالتالي، عبارة عن تكلفة البضاعة الذي قيمة الفاتورة سيف، الضريبة الجمركية التي تم دفعها بالإضافة إلى الضريبة العامة التي الآن دفعت اللي هي 270,000، وإضافة إلى مصاريف تخليص مصاريف النقل، بالإضافة إلى هامش إيش؟ هامش الربح. وش تحدد؟ إذا معانا أولا قيمة المبيعات، إيش تحدد السعر؟ قيمة المبيعات كم كانت؟ 5 مليون ريال زائدا الضريبة الجمركية كم؟ 400,000 زائدا الضريبة العامة على المبيعات التي تم فرضها عبارة عن 170,000.
زايدا مصاريف النقل ومصاريف التخليص 50,000 و80,000 موجودة في السؤال. زايدا 50,000 زايدا 80,000، هذا المبلغ بيجيب لنا ايش؟ اجمالي ايش؟ اجمالي تكلفة البضاعة. اذا احنا الان ما قد حصلنا الا تكلفة البضاعة اللي هي 5,800,000. الان التاجر عاد يشتري ربحه، انه الان هو بيبيع لمن؟ صاحب مبيعات الجملة، هذا المستورد يبيع للجملة. طيب الان قال انه نظرا لان التاجر المستورد غير مسجل لاغراض الضريبه العامه، لان ضريبه المبيعات تعتبر من تكلفه البضاعه المستورده. اذا هي ايش؟ تعتبر ايش؟ من ايش؟ جزء من قيمه البضاعه المستورده. بالاضافه الى انه التاجر سيفرض هامش ربح مقدر ب 25%. اذا اولا بنضيف كم هامش الربح؟ هامش الربح كم بيكون؟ هامش الربح عبارة عن قيمة التكلفة، تكلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة زائدا 25% من قيمة البضاعة. إذا هامش الربح عبارة عن 5,800,000 مضروبا في 25%، هذا الذي هو هامش الربح. بالتالي بتكون قيمة البضاعة المباعة أو قيمة المبيعات أو الثمن، ثمن البضاعة، البضاعة عبارة عن التكلفة زائدا الهامش. كم طلع الهامش؟ الهامش طلع معانا كم؟ 1,450,000. وبالتالي تكون التكلفة أو ثمن البضاعة بيكون 5,800,000 الذي هي التكلفة، 5,800,000 زائدا 1,450,000 إجمالي ثمن البضاعة، فيكون 7,250,000. هذا الذي بيتم تحديده أو بيعها لمن؟ لسعر لتاجر الجملة. المطلوب ثلاثة، المطلوب ثلاثة تحديد الضريبة العامة على المبيعات التي تفرض على تاجر الجملة. الآن نشتي نحدد الضريبة على تاجر الجملة. إذن الضريبة العامة على تاجر الجملة قال تساوي صفر. ليش؟ قال انه طالما ان التاجر المستورد غير مسجل لاغراض هذه ضريبه المبيعات، فان القانون يحظر عليه اصدار فواتير بيع محمله بالضريبه على المبيعات. ومن ثم فانه لا يستطيع مطالبه التاجر الجمله بضريبه المبيعات، لذلك تلاحظ انه اضافها الى قيمه ايش؟ اضافها الى التكلفه. ما طالب شيء بشكل مسجل، ما يقدر انه يصدر فاتوره يقول هذه الفاتوره فيها السعر كذا كذا وفيها الضريبه كذا كذا. لكن اجاب السعر الاجمالي عباره عن قيمه البضاعه بالاضافه الى ضريبه الجمركيه وضريبه المبيعات اضافها الى التكلفه. وقال هذه هي التكلفه الاجماليه. ولكنه قد ادرج، لو تلاحظوا هنا ايش قال؟ نكمل الكلام. نكمل الكلام هنا. ومن ثم فإنه لا يستطيع مطالبة تاجر الجملة بضريبة المبيعات، ولكنه يدرج عبء ضريبة المبيعات التي سددها في المنفذ الجمركي إلى تاجر الجملة ضمن تكلفة البضاعة، مثل ما حصل الآن. إذن الآن ضريبة المبيعات قد سبق وتم أخذها من أين؟ من المنبع، من التاجر المستورد. إذن كم المبلغ؟ 7,500,000. إذن الضريبة على تاجر الجملة كانت إيش؟ صفر. في المثال الثاني، بفرض أن المستورد في المثال السابق كان مسجلا، ايش الخلاف عندما يكون مسجل؟ احنا الان كان المستورد غير مسجل. المطلوب تحديد ضريبه العامه على المبيعات التي يسددها حتى هذا التاجر في جمرك عدد، تحديد ثمن لتاجر الجمله، وتحديد الضريبه التي تفرض على تاجر الجمله. بمعنى نفس بيانات المثال السابق مع اختلاف ان المستورد كان مسجل لاغراض ايش؟ الضريبه. ايش الخلاف؟ اولا يتم تحديد قيمه الضريبه على المبيعات التي هذا التاجر في جمرك عدن عباره عن قيمه البضاعه في ثمن. اولا نحدد الضريبه الجمركيه ونضيفها الى اجمالي الى قيمه البضاعه، يحدد لدينا وعاء الضريبه. وعاء الضريبه نفسه
اللي هو 5 مليون و400 في 5% ب 270 ألف. هنا نفس الأمر. الآن تحدد ثمن هذه البضاعة من المستورد إلى تاجر الجملة. يعني من المستورد إلى تاجر الجملة. شوفوا البضاعة بتكون كيف؟ عبارة عن 5 مليون زائدا 400 ألف اللي هي تكاليف إيش؟ اللي هي الضريبة الجمركية، زائدا 50 ألف مصاريف النقل وإيش؟ والتخليص. مصاريف تخليص وتكاليف نقل. لم تضاف اللي هي 270 ألف هنا في الفاتورة، لم تضاف. إذا كم الإجمالي؟ 5 مليون و500 وكم؟ و30. أيش المبلغ؟ نظرا لأن التاجر المستورد مسجل أغراض الضريبة العامة على المبيعات، فإن مبلغ الضريبة المبيعات لا يدرج ضمن تكلفة إيش؟ البضاعة. إذا هو لا يدرج ضمن تكلفة البضاعة. لأن ثمن بيع البضاعة لتاجر الجملة بتكون كم؟ نجد نحدد الثمن 5 مليون و530 ألف زائدا هامش الربح. الهامش كم الهامش الربح؟ تلاحظوا ايش الاختلاف الان. هامش الربح هنا 6 مليون، يعني قيمه ثمن البضاعه هنا 6 مليون و912، وفي ظل الفرض الاول 7 مليون و205، لان قيمه الضريبه لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه. لانه الان الضريبه العامه على المبيعات التي تفرض على تاجر الجمله كم تفرض عليه؟ فتفرض على 5%. إذا 6% عفوا 6 مليون 900 في 5% عبارة عن كم؟ 345,600. لاحظوا الآن هذا هو المبلغ ايش؟ الضريبة. إذا ايش الفرق؟ يتضح مما سبق بأن تكلفة البضاعة على التاجر كانت كم؟ 5 مليون و503 اللي هي عبارة عن قيمة البضاعة، ضريبة جمركية، مصاريف تخليص، مصاريف نقل. تكون أقل عندما يكون مسجلا. يعني في حال أنه كان مسجلا ما بتضاف شيء قيمة ايش؟ الضريبة على المبيعات، بينما تكون تكلفة البضاعة المباعة من التاجر المستورد أكبر عندما يكون غير مسجل. تكون 5 مليون و800. وتكون ثمن بيع البضاعة إلى التاجر عندما يكون مسجلا 6 مليون وكم؟ و900، بينما ثمن البضاعة للتاجر عندما يكون المستورد غير مسجل كم صارت؟ 7 مليون و200، وبفارق قدره 375 ألف. والذي يمثل مبلغ الضريبة زائد هامش الربح. لو تفسروا الفارق بين هذا وهذا هو نفسه المبلغ الذي هو الفارق، هو عبارة عن 375 ألف. لو تجي تفسر ال 270 ألف تي التي ما أضيفت شيء وتضيف لها 25% من ال 270 ألف أجيب لك كم؟ 337,500. هذا هو الفرق إيش بين الطريقتين. إذا الأساس الفعلي الآن نأخذ الأساس الفعلي لتحديد القيمة الخاطئة على الضريبة للسلع بالمناطق الحرة. في معاكم بالمناطق الحرة حدد القانون اليمني رقم 19 تشريع بالنسبة للسلع الخاصة بالمناطق والمدن في الأسواق الحرة. هنا تكلم عن فرض ضريبة المبيعات على ما يستورد من تلك المناطق أو المدن إلى السوق المحلية. إيش قال القانون؟ قال إنه تستحق الضريبة على كل ما يستورد من سلع أو خدمات للضريبة بمقتضى هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلية. نصت المادة باء الذي هي الفقرة باء من المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه يستحق هذه الضريبة أيضا عند قيام الشخص المرخص له باستعمال السلحة والاستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة أو الشخصية أو الأغراض غير المتعلقة بمزاولة العمل أو بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق. إذا بمعنى أنه إيش فصل التفصيل؟ كيف فصلها؟ تم توضيح تحديد القيمة الخاضعة للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة. أولا بالنسبة للاستيراد يتم إعفاء كافة السلع والخدمات من الضريبة العامة على المبيعات عند استيرادها. تم إعفاءها.
بشرط ايش؟ استخدام هذا السلع في مزاولة النشاط المرخص به للمشروعات وعدم الاتجار بها. إذا كان الاستيراد الشخصي الاستعمال هذه المنشآت فهذا معفي، عدم الاتجار بها والاستفادة منها للأغراض الشخصية داخل المناطق والمدن الحرة. وقد تم استثناء سيارات الركوب من الإعفاء حيث يجب أن تخضع ضريبة العمل المدى. معنا سالة مشات العملية هو بسيط قد إحنا هنوصل له ننتظره بس شوي صبر هنغطي كامل ما أدري لو بإذن الله أنا عملت حسابي نغطي كامل. طيب إذا سيارات الركوب مستثنى من الإعفاء أيضا يجب أن تخضع للضريبة العامة. طبعا قد تكون شوية نوع من الملل لكن ضروري أنك تفهم لأنه المحاسبة الضريبية تجمع ما بين تشريعات، أولا المبادئ والفروض المحاسبية التي تحكم المحاسبة والقانون الضريبي الذي بيحكمه، بس القانون مقدم. إذا هي عبارة عن كومبينيشن أو مزيج ما بين الاثنين. أحيانا القانون مقدم على أيش الفرض الضريبي ونلاحظ أنه هو الذي بيتحكم في كيفية الإعفاء ماشي بناء لا على معيار محاسبي ولا مبدأ محاسبي، هو بناء على نص قانوني صريح. طيب إذا تم استيراد السلع بغرض الاتجار بها داخل المدن فإنها تخضع للضريبة العامة بدون الضرائب الجمركية التي لا تحصل داخل المناطق، وعند خروج هذه السلع المناطق الحرة تفرض الضريبة على المبيعات الجمركية لأن هذه السلع سبق أن انخفضت على الضريبة على أساس سي. إذا أيش الهدف أنه هنا إذا كانت الضريبة المستوردة عن طريق المناطق الحرة للاستخدام كان استخدامها في مجال النشاط في مزاولة النشاط المرخص بين المشروعات هذا عادي، إذا كان الغرض منها الاتجار بها أو الاستخدام الشخصي داخل المناطق والمدن الحرة قد تم استثناء ما عدا السيارات فهذا تخضع للضريبة نص القانون. بالنسبة للشراء من السوق المحلي إذا كانت السلع واردة من سوق محلي لاستخدامها في مزاولة النشاط فإنها تخضع للضريبة بسعر صفر لأن هذه المناطق الحرة دائما ما يشجعوا فيها الاستثمار على أساس تنهض. إذا كانت تخضع هذه الضريبة بسعر فإن هذه الضريبة تخضع بسعر صفر، يعني تم شرائها من السوق المحلية للمناطق الحرة تخضع للصفر وتعامل معاملة السلع المسطرة ليش؟ للخارج، ويحق للبائع في هذه الحالة استرداد الضريبة السابقة سدادها على المدخلات المستخدمة، إذا قد دفع ضريبة من قبل يحق يستردها. بالنسبة لنظام الترانزيت، إيش معنى نظام الترانزيت؟ عبارة عن البضائع التي ينقلها في الميناء وبعدها يتم إعادة شحنها إلى دول أخرى. لا تستحق ضريبة على المبيعات إذا كانت السلع عبر نظام الترانزيت. لكن بيستخدموا إيش؟ معاهم فقط إيش الذي بيستفيدها الميناء في نظام الترانزيت؟ ما فيش عليها جمارك ولا ضرائب. في معاهم الرسوم التخليص، معاهم رسوم الإيجار النقل. يعني في استفادة. في حالة السلع المصنعة في المناطق الحرة في المناطق والمدن الحرة التي يتم دخولها إلى السوق المحلي يتم إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلع والخدمات، ويتضح من ذلك أن السعر الذي تباع به السلعة والخدمة يجب أن يتضمن أي ثمن البيع زائد الضريبة للمبيعات. الأساس التقديري، طبعا إيش معنى الأساس التقديري؟ أحيانا قد تجي هذا اللي تكلمنا عنه هو عبارة عن الأساس الفعلي. الأساس التقديري هو أحيانا تضمن القانون أنه تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة مقابل السعر السائد في السوق. لذا تم تحديد الحالات التي يتم فيها التقدير، أولا إذا تخلف الشخص عن تقديم الإقراض الضريبي في الموعد القانوني، إذا قام الشخص أي شخص بخلاف الأشخاص المسجلين بإضافة الضريبة إلى قيمة مبيعاته من السلع التي تعامل بها وقام تحصيلها بنفسه ولم يوردها للمصلحة، إذا ثبت أن المكلف وصل إلى حد التسجيل الذي هو 50 مليون بحق المادة 6% وقام بيع السلع وتقديم خدمات خاضعة للضريبة ولم يلتزم بتسجيلها أو سدادها على قيمة مبيعاته، إنه إذا تجاوزت 50 مليون هذا يحق لهم إنه ما إيش إذا لم يسدد المبيع الضريبة المبيعات فيخضع أو يقوم بعملية التقدير الأساس التقديري. إذا قام الشخص بإضافة الضريبة إلى قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات المعفاة، يعني معاه سلعة معفاة وقام بإضافة ضريبة
الضريبة هي بقى ترجع لما بقى يدفعها شيء لمصلحة الضرائب. إذا هنا يعاد أساس التقدير ويتم يعني اتخاذ الإجراء الملائم بالنسبة للحالة. إذا امتنع الشخص المسجل من تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات والأوراق، إنه ما يراجعوا أحيانا يطلب من واقع الفواتير على أساس يقارنوا ويتأكدوا من إيش؟ من قيمة المبيعات. هنا إذا رفض يحق لهم إنهم يقوموا بإيش؟ بالأساس التقديري للحالات المشابهة. طبعا هنا تم حدد القانون إنه إيش متى تربط الضريبة على الحالات المحددة في الفقرات السابقة من واقع تقديرات الإدارة الضريبية. إنه مراعاة إنه في حالة ما بقيت المكلف على المسجل قرار التقدير أو عدم اعتراضه، يعني في حالة إجراءات الرفض وما إلى ذلك. الأساس الحكمي لتحديد القيمة الخاضعة للضريبة يسمى الأساس الاتفاق، معنى إنه وفقا للأساس الحكمي يحق الوزير المالية بالاتفاق مع وزير المختص سواء كان وزير الصناعة والتجارة أو وزير الساحة أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع والخدمات تتخذ أساسا لضبط الضريبة. طيب أيضا الضريبة المستحقة التي لم يتطرق لها القانون العام للأساس الحكمي على أكسس كان، هذا ما يتعلق بإيش؟ الأساس الحكمي الذي يتم بناء على اتفاق بين طرفين. الأسعار، الأسعار حدد القانون اليمني سعر الضريبة 5%. طبعا استثنى من أحكام الفقرة الذي هي هذه السولار الكيروسين المازوت وغاز البوتان بواقع 5% من سعر المستهلك، وجاب أنه في ضريبة صفرية لبعض السلع والخدمات. احنا بنوضحها هنا، مثلا الضريبة على المبيعات ركزوا على هذا النقطة، طبعا هذه 5%. طب قال لي القانون رقم 4 كان سعر الضريبة كم؟ 5%. والخدمات المحلية المستوردة مع السلع المحلة شيء معك. إذا شوفوا القاعدة الأساسية أنه كل السلع خاضعة للضريبة بدون استثناء ما لم يتم ذكرها بقانون. مثلا السعر الاستثنائي للضريبة وفق الفقرة بالنسبة للبنزين والسولار والكيروسين والمازوت واقع 5% هو نفس السعر ايش؟ ضريبة ايش؟ المبيعات، معنى نفس السعر. لكن هناك اسعار خاصة بسلع وخدمات محددة حددها المشرع، مثل ايش؟ مثلا السجاير 90% من سعر البيع للمستهلك. مثلا اذا كان الباكت الرثمان او الكمران قيمته 1000، فانت بتدفع 900 ريال لمصلحة الضرائب. هذا معنى قيمة الباكت ما عن 100 ريال. تلاحظ انه دائما الشركات التبغ والكبر، مثلا شركة كمران تعتبر يعني مطبعة فلوس للدولة، لأنه كم هائل من الإيرادات. إذا شليت ال شو يسموه الباكيت ب 1900 بتروح لمصلحة ايش؟ الضرائب. ألقيت 20%. الأسلحة والذخائر 90%. المعادن الثمينة مثلا الذهب المشغول 2%، حلي ومجوهرات ومصنوعات فيها صياغة ب3%، خدمات الهاتف السيار 10%، والهاتف الدولي كم؟ 20%. هذه ايش؟ الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات الصفرية. أخذ المشرع سعر الضريبة صفر على بعض السلع والخدمات، حددها السلع المسطرة للخارج معفية من الضرائب، خدمات الملاحة الجوية، خدمات الملاحة البحرية، النقل، هذه قد ربما تجي لكم في شكل ايش؟ خيارات او علامة صح وعلامة خطأ، او خدمات الطيران المدني وخدمات ايش؟ المولد، ايضا حليب ايش؟ الاطفال. ايوه، الان كيف يتم استخراج مبلغ الضريبة؟ مبلغ الضريبة على المبيعات وقيمة السلع والخدمات يتم استخراجه وفقا للمعادلة الآتية. يعني الآن لديك مبلغ، أنت لن تعرف كم إيش؟ كم قيمة السلعة، كم قيمة السلعة وكم قيمة الضريبة.
مثلا اخذتها اي 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 منتج، مثلا نقول المنتج الذي اشتريته ب 1000، قيمه المنتج 1000 قد شامله الضريبه، انت اشتريتها هذا المنتج ب 1000، انت تعرف كم قيمه السلعه شامله الضريبه بالاضافه الى الضريبه. في قانون يقول الضريبه هذا هو تساوي قيمه السلعه شامله الضريبه في معامل نسبه الضريبه على معامل نسبة الضريبة زائد 100. مثلا احنا عارفين ان الضريبة مثلا 5%، واضح؟ اذا كانت 5% كيف نطبق القانون على هذا؟ نقول بيساوي كم قيمة السلعة؟ كم قيمة السلعة شاملة الضريبة؟ 1000. كم معامل النسبة؟ 5 زائد معامل النسبة كم؟ 5 في عفوا زائدا معلش 5 زائدا 100. الآن معك 5000 قسمت 105، طلعها 5000 قسمت 105 5000 قسمت 105 وبتساوي كم؟ يعني بتساوي تقريبا 48. إذا هي 48 قيمة في الضريبة. إذا القيمة قيمة السلعة كم هتساوي؟ بدون الضريبة طبعا قيمتها تساوي 1000 ناقصا قيمة الضريبة اللي هي كم؟ 48 وتساوي 952. هذا القيمة ايش؟ بدون ايش؟ الضريبة. مثلا هذا المثال لو نلاحظ هذا المثال انه جاب لك ان بلغت الفاتورة لخدمات التلفون السيار كم صارت؟ كم كانت؟ 2970 شاملة للضريبة. المطلوب استخراج مبلغ الضريبة، إذا علمت أن نسبة الضريبة كم؟ 10%. إذا احنا كيف هنستخرجها؟ وفقا للقانون، أولا مبلغ الضريبة كم هو مبلغ الضريبة؟ مبلغ الضريبة في معامل الضريبة على معامل الضريبة زائد 100. إذا 2970 في 10 مقسوما على 10 زائدا 100 ويساوي 29700 قسمة تضربها في 10 29700 قسمة كم؟ 110. وكم بتساوي؟ تضربها طلعها هنا كم؟ 270. شكرا شكرا فعلا 270. اذا هذا اللي هو يمثل مبلغ ايش؟ الضريبه. طيب اذا مبلغ الضريبه هذا يقوم باستبعاده من قيمه الضريبه على اساس نطلع ايش؟ نطلع قيمه السلعه بدون الضريبه. كم هو مبلغ الضريبه؟ مبلغ السلعه كان كم؟ اذا قيمه السلعة دون الضريبة تساوي 2000 عفوا أيوة 2970 ناقصا 270 يساوي كم؟ 2700. لأن هذا 2700 هي قيمة إيش؟ بيع السلعة. ايضا مثلا اضطر اسال المثال الاخر اللي هو 29400 كانت قيمه الضريبه وكان سعر الضريبه 5%. اذا في تطبيق القانون بيكون معك 29000 29400 مضروبا في 5 على 5 زائدا 100
وبيساوي تضربها بيطلع لك المبلغ، طلع 1400. تأكدوا من الحل، أحيانا يكون في خطأ بالحساب، ممكن تتأكد بالآلة الحاسبة. قيمة السلعة بدون الضريبة والضرائب هتساوي 29,000 موجود هنا، هذا هو 29,400 ناقص 1400، الناتج عبارة عن كم؟ 28,000. هذا وأي مبلغ أي حاجة تستبعدها إذا كانت شاملة هذا تضربها بالمعامل وتقسمها على المعامل زائد 100. وبهنا نكون قد أنهينا المحاضرة، غطينا لكم الموضوع وشملناه. طبعا تجاوزنا بعض النقاط النظرية، ممكن ترجعوا لها وتراجعوها. إذا لكم أي سؤال أو أي استفسار الأمر متروك لكم الآن. نفتح باب النقاش، ولا زال الوقت معانا بدري. Thank you.